خلونا نروح دلوقتي ونفكر حضراتكم بسؤال الحلقة. ايه اكتر برنامج ارتبطت بيه سواء كان في الراديو او التلفزيون زمان؟ وناخد مجموعة من التعليقات اللي جات لنا. في الحقيقة الواحد بيكون مبسوط لما بيلاقي فيه تفاعل كده على الصبح وتعليقات كتيرة بيقول ان الناس نشيطة والناس يعني دايما متابعة ودايما في قلب الحدث زي ما بيتقال. في الأستاذة جهاد لطفي بتقول صباح الفل على كل الإعلاميين المصريين الذين شكلوا وجدان الوطن العربي كله مع انطلاق كلمة هنا القاهرة. صباح الخير والسعادة على مبنى الإذاعة والتلفزيون كله، المبنى العظيم اللي كنت بشعر بالفخر وما زلت، وكل من كل أمر وحتى وأنا صغيرة كمان، ووالدتي يعني ربطني بهذا البرنامج أو هذا المبنى العظيم. أنا ووالدتي ذكريات كتيرة وبنتذكره وإحنا بنتفسح على كورنيش النيل العظيم. من أجمل البرامج الإذاعية وذكرياتها معايا برنامج أبلة فضيلة، يعني رحمة الله عليها طبعا الأستاذة العظيمة الإعلامية فضيلة توفيق عبد العزيز، لأنها رحلت 23 مارس اللي فات. وأيضا كمان برنامج تسالي للعظيمة إيناس جوهر، وبرنامج أبناؤنا في الخارج في إذاعة صوت العرب في التلفزيون اليوم المفتوح، وكل المسلسلات الأبيض والأسود. صباح السعادة والخير عليكم. يعني أستاذة جهاد أنت حدث ولا حرج وما اتكلمتيش، يعني ما سبتيش حاجة، كل صغيرة وكبيرة تقريبا حطيتينا في تفاصيل ورجعتينا يعني نوستالجي كده، رجعتينا لذكريات زمان كلها يعني الحلوة. في أستاذ أحمد حسنين بيقول صباح الخير عليكم، أحلى برنامج وأحلى مذيعين، والله زمان كانت كل حاجة حلوة وفي الراديو تحديدا زي كلمتين وبس وأبلة فضيلة وأخبار خفيفة وغيرها من البرامج اللي مش هيجي زيها تاني. أما بقى التلفزيون فكان في إبداع فعلا في القناة الأولى والثانية، وبرنامجكم المحترم صباح الخير يا مصر وسينما الأطفال ونادي السينما وتاكسي السهرة، كمان بانوراما فرنسية وإلى آخره، دي فعلا كنوز تمتلكها الدولة ويمتلكها ماسبيرو. في كمان الأستاذ منتصر نصر بيقول كنت وأنا في ثانوي في أوائل التسعينيات بسمع إذاعة الشرق الأوسط، وكانت المحطة المفضلة والصبح أخبار خفيفة وصوت العرب، وكانت القناة الأولى والثانية فقط، أجمل أيام بالنسبة لي. أما الأستاذ عبد المنعم جاد فبيقول صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد يا رب من محافظة المنوفية أحييكم. أستاذ عبد المنعم بيقول بالنسبة لي الراديو كنت متابع جيد لبرنامج زيارة لمكتبة فلان وعلى الناصية، أما التلفزيون فبرنامج عالم الحيوان والعلم والإيمان، أنا الآن أتابع إذاعة القرآن الكريم فقط 24 ساعة. بتكلم على برنامج عالم الحيوان طبعا اللي قدمه العظيم رحمة الله عليه الأستاذ محمود سلطان، وأيضا المذيع أحمد سالم وسعيد محمود، يمكن كان من البرامج المميزة اللي كلنا يعني بنتذكر هذا البرنامج. أنا شخصيا كنت بستنى البرنامج ده هو والعلم والإيمان كل يوم جمعة أعتقد، يعني على حسب الذاكرة ما خانتنيش. يعني في كمان الأستاذ محمد جلال بيقول أبلة فضيلة وكلمتين وبس فؤاد المهندس وأغنية صباح الخير لأم كلثوم، والله كانت أحلى أيام. أما الأستاذ عنان بيقول كان زمان مفيش غير قناتين هما اللي شغالين الصبح وباقي القنوات بتفتح 10، فكنا بنتفرج على صباح الخير يا مصر دائما. صباح الخير على كل مصر، على كل مصري أصيل، ده الأستاذ أشرف محمد. صباح الخير يا مصر برنامج العلم والإيمان الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. طبعا في كمان الأستاذ محمود محمد حسن بيقول صباح الخير والسعادة عليكم، أنا وجده الله يرحمه كنا بنستمع للشيخ الشعراوي يوم الجمعة والأخبار يوميا، يومكم جميل بإذن الله، يعني رحمة الله على جدك. وطبعا كانت كلها ذكريات عظيمة بنتابعها على البرنامج، ويمكن حتى الآن بيذاع برنامج الشيخ الشعراوي بعد صلاة الجمعة بنشوف يعني مجموعة من هذه البرامج، ودي ذكرياتنا وده يمكن الامتداد اللي احنا بنحاول اللي احنا نكمله لحضراتكم
يعني نتمنى ان احنا نكون على يعني اكيد مش هنبقى زي العظماء واساتذتنا اللي لهم فضل كبير علينا ووقفوا في ظهرنا. يمكن انا اتذكر ان انا تدربت على ايد الاستاذ محمود سلطان رحمه الله عليه ولحقنا شويه من هذا الزمن الجميل، وهؤلاء العظماء رواد العمل الاذاعي ورواد العمل الاعلامي في مصر الحقيقه، ويمكن هم اللي يعني خلوا يبقى عندنا نوع من انواع توسيع لمدارك الامور، فكره اللي احنا ازاي نقدر اللي احنا نستغل كل الامكانيات خاصه بالصوت بالصوره والمونتاج وغيرها علشان نقدر اللي احنا يعني نوفي حقكم علينا واللي احنا نقدر نقدم لكم عمل اعلامي جيد زي ما حضركم تشوفوا. الواحد بيكون سعيد لما بتيجي يعني شهاده شكر من المشاهدين لبرنامج صباح الخير يا مصر، البرنامج العظيم اللي يمكن بيعتبر اول برنامج توك شو صباحي او برنامج صباحي في مصر والشرق الاوسط تحديدا. على اي حال دي مجموعه من التعليقات، لسه مستنيين المزيد ولسه في تعليقات تانية كتير هنستعرضها مع حضراتكم طوال الحلقه النهارده.